أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات حديث الغرباء. حديثنا الليلة غادي يكون حول المعاناة ديال مغاربة العالم الأحياء والأموات، لأنه ما فهمتش علاش المغرب تيغلق المطارات في وجه مغاربة العالم، لأنه ماشي في وجه مواطنين من دول أخرى، لأن الأغلبية التي هبطوا للمغرب هم مغاربة العالم. كاين اللي عنده شي واحد من العائلة مريض، كاين اللي عنده مشاكل في الإدارة باش يقضيها، كاين اللي باغي صلة الرحم. الطوبيسات في المغرب عامرين، الأحزاب السياسية تدير التجمعات ديالها بالقاعات عامرين، والبارح البرلمان كان عامر 260 واحد، الاسواق عامره. ما عرفتش علاش غا حنا اللي خصنا نخلصوا الضريبه ديال كورونا، انه الطيران على واحد المجموعه ديال الدول تم الالغاء ديال الرحلات. الجثامين ديال مغاربه العالم هم في الثلاجات ديال المطارات ديال واحد المجموعه ديال الدول، وكاين اللي تتدفن في ديك الدول الاقامه خصو يخلص بالزياده، رغم انه مؤمن عند شركات التامين المغربيه. فلماذا هذا التعسف على مغاربه العالم؟ تعسفتم عليهم خلال المناقشه ديال القانون التنظيمي الانتخابي 24، تعسفتم عليهم خلال البدايه ديال الجائحه وما زلنا نتذكر المأساة ديال العالقين والعالقات، والآن تتعسفون عليهم من خلال إلغاء الرحلات وتتخليوا المغاربة ولاد بلادكم اللي الدستور تاعتهم حق المواطنة بحالهم بحال المغاربة ديال الداخل، تتخليوهم ما يتحركوش، وأن كأنهم هم الفيروس ديال كورونا. ف غريب الامر ديال هذه الحكومه المغربيه انه تتغاضى الطرف على تجمعات ديال الاحزاب، الاجتماعات البرلمان، الاسواق ممتلئه، الطوبيسات ممتلئين، لكن قرار في اخر لحظه ممنوع السفر الى المغرب، كنت حيا ام ميتا. وشكرا.